اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا شباب. بس ايه ده يا ابو طارق؟ ده انت عامل وليمه، مين هياكل كل الاكل ده؟ هذه شغله بسيطه يا ناجي بيك. تفضلوا تفضلوا، صحه وهنا. اسمعوا هذه النكته. اثنين غزازوه، واحد بيقول للثاني ايش اسمك؟ قال له عي. قال له ايش اسمك؟ قال له عي. قال له اسمك ايش؟ قال له عي. ناولني الباميه التهامي من عندك والنبي. طب وهذه واحده ثانيه، اديني طبق البلح ده بسرعه. هات. ايه بتعملوا ايه؟ خف تهام، ارحم يا عبد الجليل، ارحم. خد خد يا ريح. الله الله عليك يا ناجي بيك. هتفضحونا. ليش ما عم تاكل يا حسام؟ لا ابدا ما فيش، بس اصلي افتكرت ابويا. كل حسام، كل حبيب. حاضر يا باشا. ادخل. صباح الفل يا ناجي باشا. يا ابراهيم في ايه؟ ربنا ما يحرمنا منك يا رب. بقول لك ايه؟ انا ما بحبش البدايات دي. خش في الموضوع على طول. فلوس. ايه؟ فلوس، اي مبلغ. بمناسبة ايه؟ كنت عاوز اشتري حاجة كده. هو هنا في حاجة تشتريها؟ اللي تجود بيه يا باشا، أي نفحة. خد. ما تطلبش حاجة تاني. ربنا يخليك لينا يا رب. صباح الخير يا باشا. اهلا يا حسام، خير؟ مفيش اي حاجه يعني، مع سيادتك كده ماشي بيها نفسي. وانتوا مالكم النهارده؟ بس احنا يا باشا رايحين مع ياسر سوق الشجاعيه. سيادتك عارف يعني جاي من غير هدوم، ويعني كلك نظر يا باشا. خد يلا هدوم العزه يا باشا. مش عايز طلبات تاني. تحت امرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى ناجي باشا في الدنيا. أدام الله عزك ورفعك إلى أعلى المراتب. آمين. الله يخرب بيوكو. الجود من شيم الكرام. يا سلام يا سلام. يلا 400 ليكم كلكم. تفضل، مع السلامة. يلا سنة حلوة يا ياسر، سنة حلوة يا جميل. يا ناجي بيك يا شباب، اليوم صار عمر ياسر 21 سنة، يعني من الوقت هاد صار هو المسؤول عن حاله، يعني صار زلمة قد حاله. ليش؟ أنا ما كنتش مبارح زلمة يابا، أنا مولود من بطن أمي زلمة. ها مظبوط مظبوط. إيه الزلمة؟ الزلمة. إيه الزلمة؟ بتاعت الفيل. كل سنة وأنت طيب يا ياسر، ده اللابتوب اللي كان نفسك فيه. إيش هذا؟ أنت كنت مشتري إلي؟ ما أنت قلت لي إنك أنت رايدر. لا، كنت مشتري لي كان. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا ياسر. طيب يا سوق. سمي كتاب الله. خد يا معلم. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. يا ولاد الكلب، ده أنتوا سحبتوا مني الفلوس امبارح عشان تجيبوا بيها هدايا لياسر. كل سنة وأنت طيب يا ياسر. يا سلام يا سلام عليك يا ناجي بيك، هذا كله من خيرك
تسلم ويسلموا ايديك والله يطولنا بعمرك. يا راجل ما تقولش كده عيب. والحجه فاطمه ملهاش حس يعني؟ معقول نسيتني؟ لا يا عمتي، معقوله هاتي تفوتني؟ خذ اشتري اللي بدك اياه. الله يرضى عليك. وهالمناسبة هذه حسمعكم نكتة. البتاع مش ده البتاع هناك؟ اه هناك. البتاع هناك ولا يلا يا هناك؟ نكته قديمة مغبرة. كيف يعني بلطجة سرقة؟ هل حافي النتن بده يسرقنا بالشهر الكريم؟ والله ما اسكت له، قول له زياد، زياد ما راح يسكت لك يا فايز، وهالمرة ما راح تمر على خير. ايه يا ابو طارق مالك في ايه؟ فايز جوز اختي نقل سياجه مترين بعرضي وحاطط حواليه شوية مشلطين وقاعد بالارض. لا لا كلمني بالمصري عشان انا تهت منك. اقول لك يا ناجي بيك، فايز سرق 400 متر من أرضي كلها حمضيات برتقان وليمون وحاطط مشلطين على الأرض ولا وطردوا الفلاحين اللي بيزرعوها. هي كده بقى سياع وبلطجة يعني. أنا كليت من هالكلب. طب اهدى كده وصل على النبي، مفيش حق بيروح. هي أرضك فين؟ السجاعية. والسجاعية دي قريبة من هنا؟ ما بعرفش يا حج، ما بعرفش لوين راحوا. ناجي بيك قال لي بده ينام وطلع لفوق علشان ينام وقال لي اني اصحيه على السحور. طلعت اشوفه ما لقيتوش وما لقيتش الشباب. مش جايز حد زعله ولا زعل حد من الشباب؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا حجه، انت ايش بتقولي؟ هالشي ما صار. أكيد هم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فايز هو أبو طارق جاي عشان يعتذر لك ويبوس إيدك، وهو أقسم لي إنه مش هيعمل كده تاني. بوس إيد عمك أبو طارق. وبوس كمان إيد الحاجة فاطمة. مش تعمل كده تاني، ها؟ فاهم ولا لأ؟ بلاش الحاجات دي. عشان برضه يعني ابو طارق ده حبيبنا، ها؟ فاهم ولا لا؟ اقعد لنفسك كده وخليك ايوه كده. يلا عشان السحر سوا، بحبك قوي. اسمع يا ناجي بيك، بكره العصر ان شاء الله راح يجي ابني حامد ياخذكم بسيارته لاقرب نقطه من الحدود الاسرائيليه. يعني على بعد 15 كيلو متر تقريبا، بس المنطقة كلها مليانة أسلاك شائكة. طب وحنعدي ازاي من الأسلاك الشائكة؟ ما تقلقش يا ناجي بيك، الحجة فاطمة عاملة حسابها ومكلفة إخواننا من المقاومة عشان يساعدوك وتجتازوا الأسلاك. إخواننا راح يحفروا خندق صغير تسحفوا منه للجهة الثانية تحت الأسلاك عشان ما حدش يشوفه من الجنود الإسرائيليين الموجودين بأبراج المراقبة. وبعد هيك بده يجيكم شباب يستقبلوكم وياخذوكم لبيت مهجور على البحر بعيد عن العين. وبعد هيك بتصيروا أنتم المسؤولين عن حالكم وبتنتهي مهمتنا. والله يوفقكم يا ناجي بيك.